صباح الخير على حضراتكم، صباح الامل، صباح التفاؤل. يوم جديد ان شاء الله يكون مليء بالامل والعمل، وكل سنه وحضراتكم طيبين. بدايه شهر جديد ان شاء الله، ربنا يجعله شهر خير وسعاده علينا جميعا يا رب باذن الله. الحقيقه نبتدي موضوعاتنا النهارده يمكن مع بدايه شهر اغسطس. طبعا الحر بيزيد، درجات الحر بترتفع عن معدلاتها، والحقيقه ده بيخلي ان في بعض النصائح لازم نقدمها للمواطنين في كل مكان، لان طبعا الوقايه من ضربات الشمس وارتفاع درجات الحراره ليه اثر كبير جدا على المواطنين، وللاسف كمان مع التغيرات الحراريه يمكن الموضوع بيزيد شويه. فان شاء الله من الفقرات الموجوده معانا النهارده نصائح طبيه للوقايه من الموجه الحاره، النصائح بيقدمها دكتور مجدي بدران عضو الجمعيه المصريه للمناعه والحساسيه. باذن الله يكون في نصائح تقدم ليكم نحاول نلتزم بيها على قد ما نقدر، وكمان نحاول ان احنا نلتزم بالالوان الفاتحه، الالوان البيضاء، عشان تقي اشعه الشمس بالذات في شهر اغسطس الموضوع بيكون درجات الحراره اكثر ارتفاعا. الموضوع الاخر اللي نتكلم فيه التعاون الدولي، بتطلق برنامج نوفي لتمويل المشروعات الخضراء. الحقيقه انتوا عارفين ده توجه الدوله بشكل كبير جدا نحو الاقتصاد الاخضر. الحقيقه ده من ضمن الموضوعات اللي بنتكلم فيها يمكن بشكل دائم، خصوصا مع استضافه مصر لكوب 27 في شهر نوفمبر القادم باذن الله في مدينه السلام شرم الشيخ، وده مؤتمر بيكون على مستوى القاده في العالم، والحقيقه ده من اهم المؤتمرات اللي بتعقد سنويا لمحاوله انقاذ ما يمكن انقاذه والحفاظ على البيئه في كل العالم، لان طبعا في ارتفاعات في درجات الحراره والاحتباس الحراري بيزيدوا، شايفين يمكن الظواهر الطبيعيه اللي هي متقلبه في الدول الجوار اللي موجوده الان في الامارات وعدد من الدول العربيه. ده بيدل ان طبعا في مشكله حقيقيه في المناخ، لازم العالم يتكاتف لانخفاض درجات الحراره بمعدل درجتين على الاقل عشان نقدر نقي المشكلات اللي ممكن نوصل ليها اكتر واكتر خلال السنوات القادمه. كمان معنا وقفة تحليلية في ما جاء أبرز في صحافة اليوم، نشوف المستجدات في كل مكان في الصحف المصرية الصادرة صباحا. خلينا نخرج لفاصل كده نشاط ورياضة وحيوية مع الفقرة الرياضية، ونرجع لحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل. يا صباح الفل، هنبدا تمريننا النهارده بحيث ان احنا نبتدي يومنا بنشاط مع كابتن احمد اشرف. نشوفكم بعد فاصل.
رب تكون كانت تماريننا النهاردة مفيدة، ونشوفكم إن شاء الله في حلقات جديدة. مرحبا بحضراتكم من جديد، وبجد ترحيبي مرة أخرى بحضراتكم. الحقيقة من الموضوعات المهمة جدا اللي بنتكلم فيها التطويرات اللي بتدخل حيز التنفيذ في عدد من الأماكن، منها طبعا معهد ناصر أحد أهم الصروح الطبية الموجودة في مصر منذ سنوات طويلة. الحقيقة كان محتاج يمكن التطوير اللي كان خلال الفترة الماضية الحقيقة، وتحويله بعد قرارات من السيد الرئيس بالأمس لتحويله مدينة طبية متكاملة وزيادة القدرة الاستيعابية للمعهد، إضافة إلى رفع الكفاءة الخاصة بالبنية التحتية عبر الاستعانة بالخبرات الاستثمارية العالمية. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية. نتابع هذا التقرير مع حضرتك. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ولواء أركان حرب هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ولواء أحمد العزازي مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ولواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، خاصة في قطاعات الطرق والكباري والمشروعات الإنشائية والمعمارية، إلى جانب مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة. وقد تم في هذا الإطار استعراض جهود تطوير معهد ناصر للعلاج بإضافة مباني جديدة وتطوير المباني الأساسية القائمة واستحداث أقسام وتخصصات طبية جديدة وزيادة السعة السريرية للمعهد بمقدار 1000 سرير إضافي، إلى جانب زيادة عدد غرف العمليات الجراحية ووحدات الكلى وكذلك المنشآت الخدمية، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة، حيث وجه السيد الرئيس بتحويل المعهد ليصبح مدينة طبية متكاملة، فضلا عن زيادة الطاقة الاستيعابية للمعهد ورفع كفاءة بنيته التحتية، وذلك بالاستعانة بالخبرات الاستشارية العالمية في هذا المجال، أخذا في الاعتبار أن المعهد يعد من أهم ركائز المنظومة الصحية في مصر. كما تم استعراض عملية تطوير الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى بما فيها محور حصب الله الكفراوي بطول 17 كيلومتر الذي يربط الطريق الدائرية جنوب محور المشير طنطاوي بمنطقة المعادي، إلى جانب محور الحضارات وربطه مع محور ياسر رزق الذي سيربط منطقة وسط البلد وطريق صلاح سالم بهضبة المقطم، فضلا عن تطوير محور جمال عبد الناصر كأحد أهم المحاور بالقاهرة الجديدة بطول 14 كيلومتر. كما تم استعراض الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة قاعة دار القرآن الكريم بمسجد مصر، فضلا عن عرض الموقف التنفيذي الخاص بربط القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية ومجموعة شبكة الطرق والمحاور المحيطة بها، لا سيما الطريق الدائري الأوسطي والدائري الإقليمي. كما تم استعراض جهود تطوير المنشآت والبنية الأساسية والمحاور والطرق بمدينة شرم الشيخ استعدادا لاستضافة القمة العالمية للمناخ في شهر نوفمبر القادم، فضلا عن عملية التطوير الجارية بمنطقة الرويسات في شرم الشيخ ورفع كفاءة التجمعات السكنية والبدوية ومجمع الورش الحرفية بالمنطقة.
أدت دفعة جديدة من معاوني النيابة الإدارية الجدد اليمين القانونية بمقر وزارة العدل إدانا ببدء العمل، وذلك أمام وزير العدل المستشار عمر مروان ورئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عزت أبو زيد. نتابع هذا التقرير مع حضراتكم. أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أن أؤدي أعمال وظيفتي، أن أؤدي أعمال وظيفتي، بالذمة والصدق، بالذمة والصدق، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحترم الدستور والقانون. شهد المستشار عمر مروان وزير العدل مراسم أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة الإدارية الجدد من دفعتي 2015 و2016. أهنئكم بصدور قرار فخامة رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيينكم في هيئة النيابة الإدارية العريقة. إن المسؤولية الملقاة على عاتقكم بالانضمام لهذه الهيئة مسؤولية جسيمة، فالعمل القضائي الموكول إليكم بما يهدف إليه من غايات عليا في حماية المال العام ومحاربة الفساد عمل مضن وشاق. معاونو النيابة الجدد أعربوا عن سعادتهم البالغة بقرار رئيس الجمهورية بتعيينهم، مؤكدين أنهم سيكونوا على قدر المسؤولية لحمل رسالة العدالة المقدسة. نتشرف بالانتماء إلى هذا الصرح الكبير وتكليف عظيم بتحقيق العدل بين الناس. نتمنى أن نكون على قدر من الثقة والمسؤولية بالقيام بأعباء هذا المنصب الرفيع. شيء يشرفني الانضمام لهيئة النيابة الإدارية للمشاركة في مكافحة الفساد المالي والإداري، وأتمنى من الله أن أكون على قدر المسؤولية إن شاء الله. القضاء ده رسالة، يعني مسؤولية طبعا، مفروض يعني الواحد طبعا يراعي ربنا ويخدم الناس بقدر الإمكان. شعور لا يوصف الصراحة، كان حلم سعيت ليه من فترة طويلة، والحمد لله ربنا وفقني في النهاية وحققت، يعني الحمد لله. وزير العدل وعد أبناءه من المعاونين الجدد أن وزارة العدل لن تدخر جهدا في دعمهم وصقل مهاراتهم بما يكفل لهم أداء رسالتهم لإقامة دعائم دولة القانون تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. بعد اجتيازهم كافة الاختبارات والمقابلات التي أجراها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، أدى معاون النيابة الإدارية الجدد اليمين القانونية ليلقى على عاتقهم بمسؤولية كبيرة، بدءا من الحفاظ على التقاليد القضائية العريقة ووصولا إلى الحفاظ على المال العام ومحاربة الفساد. أمل صبري، النيل. نروح لسوريا. بيعمل صانع سكاكين سوري منذ 6 عقود بمهنته اليدوية التي بيعشقها منذ الطفولة، والحقيقة هو بيخشى عليها من الاندثار طبعا في ظل انتشار الميكنة ووجود طبعا يمكن السكاكين بشكل بقى مختلف غير الصناعة اليدوية اللي كانت زمان، لكن هو بيخشى على هذه المهنة من الاندثار وما زال مستمر فيها. نشوف هذا التقرير مع حضراتكم. في عالم الآلات المتقدمة والتكنولوجيا ما زال صانع شفرات سوري عمره 76 عاما يقوم بخلط الحديد لصنع سيوف يدوية ذات تصميمات معقدة. يجلس الحداد السوري محمود ياسين لأكثر من 60 عاما في متجره بسوق دمشق القديم يمارس المهنة التي يحبها منذ طفولته. ياسين يستخدم فرن الفحم لصنع السكاكين حيث يصهر المعادن ويطرقها لصنع المعدات الحادة التي يستخدمها الجزارين والطباخين وربات البيوت في المدينة. ياسين الذي بدأ ممارسة تلك المهنة منذ أن كان عمره 12 عاما ابتهج عندما طلب منه ابنه العمل معه. والله بالشغل الليل احنا الصعوبات تبعنا الكهرباء والفحم، يعني الكهرباء لا احسن موال، والفحم فحم ما في، يعني عم نعاني من الفحم. في شبابه كان ياسين يصنع ما يقرب من 20 الى 30 سكينا في اليوم، لكن بمرور الزمن وضعف الطاقة يكتفي بصنع 2 الى 3 في اليوم بمساعدة ابنه، وتختلف اسعار السكاكين من 15,000 الى 100,000 ليرة.
نسيب سوريا ونروح للأردن. بدأ الأردن يستضيف مهرجانات فنية وثقافية بعد انتهاء قيود كورونا، وقد انطلق مؤخرا مهرجان جرش السنوي في موقع أثري روماني قديم بالمدينة اللي بتبعد حوالي 45 كيلو شمال العاصمة عمان، ويستضيف المهرجان عدد من الحفلات الموسيقية اللي بيحييها عدد من الفنانين من الأردن وعدد من الدول العربية. نشوف هذا التقرير مع حضراتكم. في أول حفل موسيقي من نوعه في الأردن منذ أكثر من عامين بسبب قيود جائحة كورونا، أحيا المطرب الإماراتي حسين الجسمي حفلا غنائيا في العاصمة عمان استقطب عشاق الطرب من الأردنيين. ووصف كثير من الحضور الأجواء العامة واستئناف المهرجانات والحفلات والأحداث الثقافية في المملكة الأردنية بأنها علامات على عودة الحياة الطبيعية في البلاد. يعني هي فترة الانقطاع يعني خلت الحياة ما إلها طعم بصراحة، وفترة الكورونا كانت فترة حرجة ومزعجة للجميع، فرجعت الحياة ورجعت الاحتفالات هي رجعة للأردن بشكل عام كلها، ونهضة للسياحة ونهضة للاقتصاد. وبعد توقف بعض المهرجانات في الأردن لثلاث سنوات على التوالي بسبب الجائحة، فإن يوميات الأردنيين تمتلئ اليوم مرة أخرى بمجموعة واسعة من الأنشطة الموسيقية والثقافية، بما في ذلك الحفلات التي يحييها فنانون من أنحاء العالم العربي. وصلنا ثلاث سنين منقطعين، من 2019 كان آخر حفلة عملناها، هاي أولى حفلاتنا، والرجعة حلوة كتير. الحضور يعني فاق التوقعات، والسياحة الداخلية والخارجية عم بتكون ممتازة. عودة الحياة الفنية إلى الأردن أسعدت العديد من الفنانين العرب الذين أحيوا حفلات غنائية في الأردن، معربين عن أملهم في أن تعود المهرجانات الفنية إلى سابق عهدها. فلنحن عم نرجع بعد هالأزمة اللي أخذت منا سنتين أو ثلاث سنين أنه ترجع المهرجانات مثل ما كانت بالسابق، وبتمنى أنه اليوم يكون التفاعل كتير. وانطلق مهرجان جرش السنوي في موقع أثري روماني قديم بمدينة جرش، والذي يستضيف عددا من الحفلات إذنا بعودة المهرجان العريق كنافذة ثقافية موسيقية أردنية على العالم. نسيب الأردن ونروح للولايات المتحدة الأمريكية. يمكن لسكان نيويورك أن يأخذوا قضمة من الرأسمالية عبر مضغ المصاصات على شكل رؤوس البنيوريات مثل جيف بيزوس وبيل جيتس وجاك مي وإيلون ماسك ومارك زوكنبرغ بالقرب من حديقة ماكرن في بروكلين بنيويورك. ويبيع جامع الأشياء الفنية في بروكلين MSHF مصاصات أطلق عليها مسمى تناول الأغنياء، وذلك مقابل 10 دولارات للقطعة من شاحنات مثلجات في نيويورك ولوس أنجلوس. ونالت الفكرة الحقيقة إعجاب واستحسان كبير من الزبائن لما تمثلهم من تعبير الناس عن شعورهم نحو الأغنياء، سواء رغبتهم في تحسين أجور العاملين في شركتهم أو غيرها من المطالب. نروح لموضوع آخر. مع ثبات قدميها بشكل وثيق في لوح التزلج، تحركت ديولان ببراعة في الوقت اللي انزلقت فيه أسفل طريق فارغ في بكين خلال فترة ما بعد ظهيرة في موسم الصيف الحالي، مر بعدد آخر من المتحمسين للتزلج. وتدير الراقصة المحترفة فصلا مجانيا أسبوعين لتزلج النساء في قسم من الطريق خالي من السيارات بالقرب من المركز الوطني للألعاب الرياضية المائية. والحقيقة انتشر التزلج اللي بيستخدم لوحا من تركيب تجميع عجلات أمامية أكثر مرونة للسماح بالدوران في المنعطفات المنحنية بشدة، والممثلة لرياضة ركوب الأمواج في المدن الصينية منذ فصل الربيع وبخاصة وسط النساء. مارس الكثيرون هذه الرياضة كهواية عندما أدت قيود كوفيد إلى صعوبة السفر خلال فصل الصيف، وباعتبارها أسهل في التعلم وأقل عرضة للأضرار عن غيرها من أشكال التزلج على اللوح. وحصل التزلج أيضا على دعم من جو من الإثارة والنشاط اللي شهدته رياضات الثلوج في الصين خلال العام الحالي في الوقت اللي استضافت فيه بكين الألعاب الشتوية عام 2022.
يمكن كمان المتزلج أن يقوم بالدوران في منعطفات بنفس نموذج التزلج على الجليد بدون الحاجة إلى التلج أو حتى المنحدرات. وزادت أعداد النوادي والشبكات والفصول المكونة من المجموعات، وزادت حجم فصول دايلان من حوالي 10 منتظمين في الحضور في إبريل الماضي إلى قرابة 1500 شخص بيحاول يلتحق بهذا الفصل. نروح لخبر برضو من الأخبار الموجودة معنا. بلغت ليلى سينجرز 10 من عمرها، ولتقديم هدية عيد ميلاد مميزة إليها تم نقعها وإغراقها في الطاي في الطامي معهد سلوم وفي مدينة نيويورك الأمريكية. قد عربت ليلى كمان عن حبها للعب في الطامي واستمتاعها بتلك التجربة اللطيفة. وقد تم تخصيص معهد سلوم لكل شيء يدخل فيه الطامي، حيث يوجد به حائط ضخم من الطامي مزين في حوالي بيزور المكان ده 100,000 زائر للمعهد، وبحيرة تمتلئ 350 جالون من الطمي، واللي بيقفز بها الزائرون وبيشعرون بما يبلغ طوله حوالي 6 بوصات من الطمي الناعم الرطب، وأيضا كهف من الطمي يضيء في الظلام، وغيره من الألعاب طبعا الموجودة زي ما احنا شايفين مع حضراتكم. تم إنشاء المعهد في عام 2019 بعد أن وجدت مؤسسة كارين أن الطمي يساعد على علاج الحزن اللي مرت بيه خلال الفترة الماضية، ويجعلها تحس بشعور جيد جدا، وساعدها من الخروج من حالة الاكتئاب اللي انتابتها وأدركت رغبتها في جلب هذا النوع من السعادة للجميع للعائلات والكبار، وإعطاء الأشخاص تصريحات باللعب والحصول على وقت مرح للغاية. أوضحت المديرة المساعدة بالمعهد سارة شيلر أن شعور الأشخاص بالسعادة عند اللعب بالطمي يرجع أنه يجعلهم يركزون في اللحظات الآنية، مما يجعل الشخص يتواصل مع كل حواسه وخاصة حاسة اللمس، وما يطلق مادة الأندروفين اللي بتجعل المخ يشعر بشعور جيد جدا. يبدأ الطمي بقاعدة صمغية ويتم إضافة مكونات مثل مستحضر سائل الغسيل والصلصال لجعله ناعم وكمان يكون بشكل طري عشان الأطفال والكبير والصغير يعرف يلعب بيه كويس. طيب نروح لخبر آخر. قال دعاء دوليون لحماية البيئة أن الفراشات الملكية المهاجرة أصبحت مهددة بالانقراض، وبعد أن ظلت لآلاف السنين تضفي على غابات أمريكا الشمالية جمالا ثريا بالألوان في واحدة من أروع الهجرات الجماعية في العالم. في كل خريف بتطير الفراشات الملكية المهاجرة آلاف الكيلومترات من مناطق التكاثر في شرق الولايات المتحدة الأمريكية وكندا لقضاء الشتاء في أحضان الأشجار في المكسيك ولاية كاليفورنيا الأمريكية. كمان بحسب التقديرات العلماء تقلصت أعداد هذه الفراشات بنسبة تزيد عن 85% نزولا من أعدادها السابقة بعد أن كانت تقدر بالملايين في عقد التسعينات من السنوات الماضية. وأضيفت الفراشات الملكية لمجموعة المعرضة للخطر على القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض خاصة بالاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة. وقالت مديرة جامعة ويسكنسن أن ما يحدث للفراشات الملكية يمكن تشبيهه بأنه موت جماعي بالألاف، وقد دمر قطع الأشجار الكثير من المساكن الشتوية للفراشات، وقضت المبيدات الحشرية على نبات الصقلب اللي بتتغذى عليه اليرقات، كما تدفع درجات الحرارة المفرطة الناجمة عن تغير المناخ لبدء الهجرة مبكرا للغاية قبل أن يكون المتبقي من الصقلب متاحا لعدد من اليرقات، وبالتالي هناك تغير كبير في البيئة الخاصة بالفراشات مما يهدد باندثار هذا النوع من الفراشات. نسيب الولايات المتحدة الأمريكية ونروح لتشيلي، حيث التقط السائحون مشهد مبهج لعشرات من الدلافين وهي تقوم بالقفز في الماء. ويقول السائحون أن الدلافين كانت تقفز بسعادة ومرح، ووصل عددهم ما بين 50 إلى 100 دولفين. وبتعيش الدلافين في المياه الدافئة، حيث تقوم بالهجرة من المياه الباردة للمياه الدافئة، وبتعتبر حركة المياه ودرجات الحرارة وحركة الأسماك هي الأسباب الرئيسية الدافعة وراء هجرة الدلافين.
نروح لأخبار الطقس الموجودة معنا النهاردة. بيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل الحرارة رطب ليلا على معظم الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج لمتر ونص لمترين، بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف. طيب نروح الآن لأخبار الرياضة سريعا بعد الفاصل عشان نبتدي كده مع أخبار الرياضة ونعود من جديد بعد الفاصل ونشوف الصحافة المصرية والصدر بها. نبقى معنا.